بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلبتنا الأعزاء في فيديو جديد. اليوم سوف كذلك نتعلم إن شاء الله المتتالية الحسابية. في الفيديو السابق تعلمنا المتتالية الهندسية، كذلك هنا في الفيديو هذا سوف إن شاء الله راح نتعلموا المتتالية الحسابية، الأسئلة الأولى اللي راح تجيكم كذلك فيها 5 أمثلة، وإن شاء الله تفهموهم في نهاية الفيديو. ما تجيوا تكملوا الفيديو وتكونوا فهمتوها إن شاء الله. مورا هذا فقط قبل أن نبدأ في التمرين، ماذا بكم نأخذ ورقة وقلم وتدون معي، مفهوم الفكرة هذه؟ هيا نبدأ بسم الله. المثال الأول، الآن متتالية معرفة على أن كما يلي، أعطاني ذلك العبارة جماعة. هنا كما كان في المتتالية الهندسية كذلك حسابية، إما يعطيك عبارة حد عام وتجي عليها أسئلة، إما يقول لك لتكون المتتالية الحسابية. راح نذكر كذلك في ذلك الحالة نذكر عبارة الحد العام، مفهوم؟ يعني يا يمد لك العبارة عبارة الحد العام وتجي عليها أسئلة، فيها هذه أسئلة وبقية المجموع وبين باللي حد من حدود وتكمل. في أمثلة أخرى ولا في تمارين أخرى يمد لك النوع نتاعها ويعطيك عليها أسئلة. إن شاء الله نتعلموا في الأمثلة هذا كامل، نديروا جميع الحالات إن شاء الله. هيا نبدأ. قال لك سؤال احسب اي صفر اي واحد اي اثنان، سؤال جد بسيط. يعني واش راح نديروا؟ نقولوا حساب اي صفر واي واحد واي اثنان، كذلك جد بسيط. واش ندير يا جماعة؟ نزل العبارة كما هي. اي ان واش يساوي؟ 4 ان زائد 6. قال لك احسب اي صفر ار واحد على كوش نهار. يا جماعه نعوض صفر هنا صفر هنا، فقط صفر هنا صفر هنا، واش تولي؟ ها تابع معايا تشوف. اي صفر يساوي 4، افتح قوس نديرها بلون مغاير باش تفهموها لي. ها صفر صفر، كمل معايا تشوف. زائد كم؟ 6. 4 في صفر صفر تقعد 6. اذا اي صفر يساوي 6، ونديرها في اطار اي صفر يساوي 6. صح، اعطوني اي واحد بنفس الطريقة. اي واحد واش يساوي؟ نديرها بلون مغاير كذلك. اي واحد نقبل العبارة كما هي ونعوض بالواحد. زائد كم؟ 6. 4 في 1 4 ونزيدها 6 كم؟ 10. اذا اي واحد يساوي 10. صح، نجيبوا اي 2 بنفس الطريقة. اي 2 عوض هنا 2 وبدل هنايا، بدل ندير هنا 2 لازم ندير هنايا 2. واش تولي؟ 4 في 2 زائد كم؟ 6. 4 في 2 كم؟ 8 زيدوها 6. اذا اي 2 كم يساوي؟ اجمعهم 8 زائد 6 14. هذا مشكل يا جماعه، الحدود راه جد بسيطه. كون يقول لك احسب 5 تعوض ب 5، احسب 6 تعوض ب 6، مفهوم؟ تعوض هنا 6 وهنا 6. كون نقول لك احسب مثلا، احسب الحد العاشر والحد 12، انتبهوا مليح، بما انها معرفه على ان الحد 12 تعوض ب 11. علاه؟ هذا يسمى حد الاول، نسميه الحد الاول بعوضناه بالصفر. هذا يسمى الحد الثاني بعوضناه بالواحد. هذا يسمى الحد الثالث عوضناه باثنين، يعني اقل منها بدرجه. يعني كيف احسب الحد الثامن عشر، انتبه مليح، تعوض ب 17. كي احسب الحد قلنا الحد 18 نعوض ب 17، وندير 17 هنا 4 في 17 ونزيدها 6 وتكمل مباشرة عادي. فهم فكرة، انتبهوا مليح. هذه إذا بدأت من الآن، الآن مش بدأت طبيعية، كنت تبدأ من الآن نجمع. هنا لا، هنا تعوض الحد 17 هو 17، الحد الأول هو أي 1، الحد 2 هو أي 2. إذا كانت الآن نجمة ثم راح تجيك يا الآن نجمة يا الآن عادي. صح، ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني ماذا طلب منا؟ قال لك بين ان الان متتاليه هندسيه يطلب تعيين اساسها، عفوا متتاليه حسابيه، عفوا متتاليه حسابيه يطلب تعيين اساسها. هذا جد بسيط، واش نديروا؟ راح نذكر واحد القانون وهذا يحفظ يا جماعه. القانون كيقول لك بين انها حسابيه ماذا نفعل؟ اذا نكتب اي ان زائد واحد ناقص اي ان وتساوي ان. يعني انا نروح نحسب اي ان زائد واحد نجيبها اولا ونجيب اي ان تاعي وندير طرح بيناتهم. لازم نلقى ار، حيث ار عدد حقيقي، حيث ار ينتمي الى الاعداد الحقيقيه، مفهوم الفكره هذه؟ ما عودش صفر اكيد، هنا ار نقول ابار صفر،
باش ما تقوليش حسابيه ساعه هذيك خلاص. هنا واش راكم تلاحظوا؟ هذا درناه في اسئله سابقه ولكن درناه في اتجاه تغير، يعني هذا القانون عنده عصفورين بحجر في الحسابيه، بين باللي بالحسابيه وندرس به اتجاه تغير في هذا السؤال رقم 3، يعني سؤال استنتاجي فقط. تابع معايا تشوف كيفاش نخدموها. تبين ان ان حسابيه مباشرة. واش قلت لكم يا جماعة؟ أول حاجة نبحث عن أن زائد واحد. كيفاش نجيبوا أن زائد واحد؟ كما قبل عوضنا صفر صفر، واحد واحد، كيف نعوض أن زائد واحد منها وأن زائد واحد منها؟ إذا ماذا تساوي؟ أربعة أفتح قوس، أن زائد واحد، تبعهم مليح، يجب أن تفتح الأقواس. لازم أقواس لأن عليهم كم؟ لأن زائد أربعة عليهم كم؟ زائد كم؟ ستة. إذا كمل معايا تشوف، إذا أن زائد واحد واش يساوي؟ هنا عملية نشر، نشر هذه في هذه وهذه في هذه، أربعة في أن كم؟ أربعة أن، أربعة في واحد زائد كم؟ أربعة، ما ننساوش الستة هذه، ومنه أن زائد واحد كم تساوي؟ أربعة أن زائد ستة ونزيدوها ربعة تساوي عشرة. هنا مازال ما درت والو، شوفوا تبارك أن زائد واحد، هيا نطبق القانون. إذا القانون واش قال لك؟ أن زائد واحد ناقص الآن، الآن زائد واحد جبتها، ما ضهليش أنا جبتها، حطها كما راح، أربعة آن زائد العشر ناقص، ويجب أن تفتح الأقواس كذلك، عندك تغلط، عندك لازم تفتح الأقواس، هنا نجيبوا العبارة كما هي، أربعة آن، كيف بعض التلاميذ ماذا يفعل؟ راح ما يديرش الأقواس، هذا خطأ، بتولي الناقص لا هذا فقط، لا، لازم تفتحي الأقواس، لأن الناقص عليهم كاملة، صح، نكمل العملية، أربعة آن زائد العشرة ناقص ناقص تعكس كلش، واش كاين هنا زائد واش تولي؟ تولي ناقص أربعة، هنا كاين زائد واش تولي؟ تولي ناقص ستة، إذا نعود باعتبارها فقط، الآن زائد واحد ناقص الآن ماذا تساوي؟ ماذا تلاحظون؟ ماكش تلاحظ بلي الأعداد أربعة ناقص أربعة متعاكسان، إذا راح تروح مع بعضها، وعشرة ناقص منها ستة كم؟ إذن أربعة، هذا هو عدد حقيقي وما فيش مجهول. إذن هذه المتتالية حسابية أساسها كم؟ الأربعة، ومنهم الآن متتالية حسابية أساسها R يساوي الأربعة فقط. هذا هو سؤال جد بسيط. إذا معناها إذا مثلك العبارة هذه أعرف باللي تعملها جد سهل جدا، يعطيك العبارة ويجي عليها أسئلة. هنا بينا باللي المتتالية حسابية لأن عندنا فرق بيناتهم وجدناه أربعة. سؤال رقم ثلاثة، عين اتجاه تغير كان سؤال رقم اثنين، كان سؤال رقم اثنين. هنا سننتقل للسؤال الثالث، عين اتجاه تغير الآن. وش يقصد به اتجاه تغير الآن؟ يعني نقولوا متتالية، هل هي متزايدة أم متناقصة فقط؟ إذا رقم ثلاثة تعيين اتجاه تغير الآن. قلنا وش ندير القانون في اتجاه تغير؟ ندرس إشارة الفرق بين الآن زائد واحد ناقص الآن، ورانا خادمينها جماعة، يعني السؤال الاستنتاجي فقط، الآن زائد واحد ناقص الآن ماذا تساوي؟ وش لقيناها؟ لقيناها أربعة. نمحي إذا ما وجدناها أربعة، هل أربعة موجب أم سالب؟ يقول لي الشيخ موجب، إذا واش تكون متتالية؟ تكون متزايدة، كون وجدت نقص أربعة نقولوا لها متناقصة فقط، يعني تشوف الإشارة تاع الأساس. ومنهم عفوا نقولوا الآن زائد واحد ناقص الآن أكبر من الصفر، ومنهم الآن متتالية متزايدة تماما. خلاص هنا نكونوا قد بينا ولا درسنا اتجاه تغير، يعني تعيين اتجاه تغير مباشر، سؤال استنتاجي. ننتقل الى المثال الثاني الآن متتالية حسابية. أيوا جماعة هنا شكل تلاحظوا
اذكر لي النوع المتتالية. إذا لم يعطي لنا عبارة الحد العام، اذكر لي النوع المتتالية معرفة على آن بالحدين إي 8 وإي 13. هذا جاء في الباكة. سؤال أول عين أساسها وحدها الأول، أساسها يعني المتتالية إي آن. ثم سؤال رقم 2 اكتب إي آن بداية آن، يعني هذا سؤال بسيط جدا ديماجية. مهم تفهم لي هذا كيفاش نخدموه، انتبه مليح. اذا ذكر لي النوع المتتالية، اذا ذكر لي النوع المتتالية معنى اكيد راح نتذكر عبارة الحد العام. قول لي يا شيخ اذكر لي معناها، قادر نقول عبارة الحد العام، قادر نقول الوسط الحسابي. ان شاء الله راح كاين في المثال ان شاء الله الوسط الحسابي، راح نشرح من بعد نعطيكم كيفاش تفرقوا بيناتهم ولا واش نحتاج. هنا ما عطانيش علاقه ولا باش نقدر، ولا عطاني حدين ثلاث حدود متعاقبه باش نطبق الوسط الحسابي. هنا مادام عطاني حدين يعني نستطيع ايجاد الاساس والحد الاول اذا اعطي لنا حدين من حدودها. اعطاني حدين اي 13 واي 8، معناها اكيد راح اذكر عباره الحد العام. هنا اولا ايجاد اساس ولا تعيين اساس. اول حاجه نذكر عباره الحد العام لمن؟ لمتتاليه، لمتتاليه حسابيه. وهذا يجمع يحفظ، نكتب لكم ها. قادر نبدا بالصفر، قادر نبدا بالبي. انا نسحق تاع البي يعني نلقى الحاله العامه اي ان واش يساوي. قلنا اي بي زائد افتح قوس ان ناقص البي في الار، خلاص. مش كلمة الهندسية، هذا الحسابية، وهذا يحفظ جماعة عن ظهر قلب، لازم تحفظه. نص يعني وش معناتها؟ أنا نتذكر العبارة، ليه نتذكرها؟ لأنني أذكر لي النوع نتاعها، كون قال لي هندسية، راح نتذكر عبارة الحد العام تاع الهندسية، وهنا مباشرة نروح نعوض فقط، نعوض باش نجيب الأساس، نعوض بإي 13 وإي 8 في العبارة. قاعدة واش نقول لك؟ كيما حبيت أننا ماذا بيا نختار الدليل الكبير، مش العدد الكبير، الدليل الكبير، أين الدليل الكبير؟ 13 نحطه هو في بلاصة الآن، والدليل الصغير نحطه في بلاصة البي. فهم؟ إذا واش تساوي؟ إذا إي كم؟ إي 13، نديرها بلون مخالف باش تفهمون، إي 13 تساوي إي قداه؟ نختار بي هو 8. هذا قانون قلنا يحفظ اجمع، راه قادر تحكي اي صفر، كيف تعوض هنا باي صفر، كيف صح. زائد انا اخترت الان والبي، اخترت الان هي 13 واخترت البي هي 8، كما تشوف في ال يبقى مجهول، لان انا راح انا نبحث عليه. هذا اي 13 عندي واي 8 عندي، نعوض بتاعهم ونقعد نهدام. هذا معلوم 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 معلوم، نقدر نجيب هذا المجهول. اي 13 كم؟ 68 تساوي اي 8 كم؟ 43. زائد 13 ناقص 8 كم؟ هي 5. 5 ار. ايوا يبقى ار مجهول. وبعدها واش تكون؟ تكون معادله من الدرجه الاولى، ان ذات المجهول ار نستطيع حسابها. اذا نديرو معارف في جهه وما جاي في جهه، نجيب 43 نجيبها منها ونعكس الاشاره نتاعها. واش تولي؟ 68 ناقص 43 تساوي كم؟ 5 ار. اذا 68 ناقص 43 نجدها كم؟ 25. واضح. 68 نقص منها 43 تساوي كم؟ 5 ار. تبدا كنخدم بالحاسبه، الله يسهل. المهم انها تعطيني النتيجه. واش بقات لي؟ بقات معادله هنايا، بما انها عمليه ضرب تروح بال قسمة. واش تولي؟ تولي إذا 25 قسمة 5 تساوي كم؟ R. يعني 5 هذه ديناها في المقام، 25 قسمة 5 كم تساوي؟ إذا R يساوي كم؟ 5. تقسم 25 قسمة 5 تجدونها 5. هنا وجدنا R يساوي 5 فقط، يعني إن شاء الله تكونوا فهمتوها. وننتقل إلى الشطر الثاني من السؤال، وطلب منا حدها الأول. كما حبيت نخدم، تحب تخدم بهذه ولا بهذه؟ في زوج صحاح. انا واش نخدم؟ معناها نعاود نخدم بنفس القانون. اذا وجدنا اساس 4 5 خلاص. مادام لقينا اساس نعاود نعتمد على عباره العدلان، ماني خالي عليها ما نمحيهاش. اذا وجدنا ار، خلاص وجدناه. ار كم يساوي؟ 5 صح. نحن نبحث عن اي صفر. اي صفر ماذا؟ نعوضه هنا اي صفر يا جماعه، خلاص. والاي ان هذه ان ما تخليش ان، خليها تعوض هي بالعدد هذا يا هذا، انت حر تعوض هذا ولا هذا. تبع معايا تشوف كيفاش نخدمه. هاي واش عندي؟ عندي اي ان
نختار قلنا اي 8 واش يساوي اي قلنا نحط صفر يعني انا نبحث عليه ولهذا معلوم ولهذا كامل معلومه كذلك اي صفر زائد ماذا اخترنا انا اخترناه 8 افتح 8 ناقص كم صفر في ار كم يساوي ار وجدناه تعوضه بتاعه كم 5 فهم فكرة هذه يعني ان شاء الله راها مش صعيبه راها جد بسيطه واش نديروا بعد كمل معي تشوف اي 8 عندي 43 تكتبها 43 تساوي اي 0 مجهوله خلي عليها مجهوله زائد 8 ناقص 0 8 8 في 5 كم تجدونها 40 8 في 5 40 وبعد بنفس الطريقه المعاني في جهه والمجاهي في جهه يا جماعه لازم تفهموا الحل المعادلات شوف اي تلميذ راح يجاوب يعني انت شوف زميلك والله واحد اخر علمي تقول له فهمني كيفاش نحل المعادلات لازم تفهمها يا جماعه لازم حفظ لازم نفهم ما تحفظوليش اذا هنا نكمل معالم في جهه ومجهه في جهه ندير 40 من هنا 43 ناقص كم 40 لان الاشاره نتاعها زائد كي تروح تولي سالب تساوي كم اي 0 اذا 43 ناقص 40 اذا اي 0 كم يساوي 3 هنا وجدنا اي 0 يساوي كم 3 خلاص هنا ان شاء الله هنا فهمنا اي 0 هنا سؤال بسيط كتابه عباره الحد العام انا يا مدام عندي اساس وعندي حد الاول نستطيع كتابه عباره الحد العام يعني كذلك نزيد نخدم بالقانون شفتوا شحال القانون شحال مهم ها اذا ماذا وجدنا اي 0 كم وجدنا 3 نكتبه هنا 3 اي 0 يساوي 3 عفوا هنا رقم 2 كتابه الان بدلاله ان هنا واش نديروا جماعه نكتب العلاقه كيما راه نحطها ولكن هنا خلي لي ان هاو قال لك ان تكتب لي هنا مش كيما قبل عوضنا 8 او 13 لا دوك عوض خلي عليها ان ونعوض الداخل هنا واش عندي نعوضها ب نكتب بالصفر لان بدات ب صفر اي صفر زائد كم ان خلوها مجهوله لان خلينا مجهوله ناقص صفر في الان ونبداو نعوض اي صفر عندي إذن إي أن وش يساوي؟ إي صفر كم؟ 3 زائد الآن خلوا لها مجهولة في كم؟ في آر آر 5 ونزيد رتبها فقط نبدأ بالمجهول هو الأول إي أن وش يساوي؟ آن في 5 هي 5 آن زائد كم؟ 3 هذا وش كاين؟ خلاص راه نقول أننا كتبنا عبارة الحد العام أو كتبنا إي أن بدلالة آن هل تتأكد؟ عوض 8 هنا عوض هنا 5 في 8 عوض هنا 8 8 5 في 8 كم 40 40 زدها 3 تجدها 43 كذلك ب 13 عوض 5 في 13 تجدها 65 65 نزدها 3 نجدها 68 خلاص ان شاء الله تكونوا فهمتوا المثال الثاني هذا المثال يا جماعه راه هنا اعطاني الحدود وقال لي النوع نتاعها وحنا جبنا العباره نتاع الحد العام ننتقل الى المثال 3 اي ان متتاليه حسابيه كذلك ذكر لي النوع نتاعها متتاليه حسابيه حدها الاول اي 0 واساسها 5 اذا اعطي لنا الاساس ولم يعطي لنا الحد الاول بحيث اي 0 زائد اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 يساوي 34 هذه علاقه راح نحتاجها ان شاء الله هنا احسب اي 0 السؤال الاول ثم السؤال الثاني اكتب اي ان بدايه ان هنا جماعة هنا حتى التلاميذ تخلط لهم يقول لك يا شيخ هل نطبق الوسط الحسابي ولا يسموها ثلاث حدود متعاقبه من متتاليه حسابيه نقول لك شوف اذا مد لك الاساس اول هنا في بعض الحالات هنا مد لي الحد الاول الاساس وما مد ليش الحد الاول المثال اللي بعده ان شاء الله الرابعه نعكسها يعطيك الحد الاول ويقول لك جيب الاساس مفهوم ويعطيك علاقه يعني ما تحقش كامل الوسط الحسابي الوسط الحسابي اذا ما مدهملكش في زوج ومد لك علاقه هذيك نستعمل الوسط الحسابي يعني كيكون في زوج مجاهيل خلاص ويعطيك علاقة واحدة هنا أكيد راح تتذكر تبحث عن العلاقة الأخرى واللي هي الوسط الحسابي انتبه معي ما في هذا كذلك هنا يذكر لي النوع نتاعها معناها ماذا نتذكر عبارة الحد العام مفهوم هنا أولا رقم واحد حساب اي صفر قلنا
يجب أن نتذكر عبارة هذا العام. ها ذكروا لي الآن وش يساوي؟ قلنا إي بي زائد إن ناقص بي. فالآن رجع نجمع قانون يحفظ هذا لازم تحفظوه لي. دونوه وما اكتب 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 باش تحفظ. هنا يا جماعة مباشرة بما أن أنا بدأت من الصفر بدأت من الصفر خلاص نعوض هذينا بالصفر فقط. إذا نأخذ قانون هنا حالة عامة نأخذ إذا بدأت من الصفر تبدأ بالصفر تقول تعوض هنا الصفر معناها من الصفر وش تولي؟ تولي آن راحت هذه راحت خلاص وش تقعد آن في آر. إذا آن في عفوا آن في آر وهنا ماذا نفعل؟ شوف تبع معي مليح الله أعلم أني حلت معكم تمارين كما هذا معليش باش رسخ في المعلومة فقط. أنا عندي إي صفر وإي واحد وإي اثنين وإي ثلاثة معناها راح نجيب إي واحد ونجيب إي اثنين ونجيب إي ثلاثة بدلالة الإي صفر. عندي الآر خلاص عندك الأساس تكون كامل معادلات المجهول إي صفر نستطيع إيجاده. عفوا تبع معي تشوف واش نديرو إي صفر خلو عليه نجيب أنا إي واحد صح واش عندي؟ جيبوا لي إي واحد شحال يساوي؟ إي واحد عوض فقط عوض عوض هنا خلوا عليها مجهولة إي صفر إي صفر عليها مجهولة زائد آن أخذناه واحد نوضحها مليح آن في آر بدلناها بواحد يا جماعة بدلها بواحد واحد في آر واحد واحد. إذن وأخيرا واش يساوي؟ إي صفر زائد كم واحد آر آر عندك واحد في خمسة كم؟ خمسة. هنا جبنا إي واحد روحوا نجيبوا اثنين ونجيبوا اي ثلاثة بنفس الطريقة. ها جيبوا اثنين ماذا يساوي؟ اي صفر بنفس الطريقة قلنا نعاود نرجع نقلل العلاقة هذه 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 مهمة جدا. ها زين بالصفر عوض هنا باثنين عوض هنا اثنين خلاص اي صفر خلينا في مرة نجيبوا اثنين اثنان في ار ار خمسة في خمسة. اذا واخيرا اي صفر ماذا يساوي؟ اثنان في خمسة كم؟ مع عشرة صح. اذا نجيبوا اي ثلاث بنفس الطريقه نحول ثلاثه هنا ثلاثه هنا اذا اي صفر زائد كم؟ ثلاثه كون قال لي اي ثمانيه نجيب اي ثمانيه فاش في خمسه اذا كم يساوي اي صفر زائد كم؟ ثلاثه في خمسه خمسه عشر قدرنا اللي لازم دوك نروح نعوضهم هنايا مادام جبناهم نعوض. نعلم ان ولا من المعطيات اي صفر زائد اي واحد زائد اي اثنين زائد اي ثلاثة كم تساوي؟ اربعة و عفوا مش تكفيني برك اربعة وثلاثون ونروح نعوض كل واحدة بتاعها. هذه وينها؟ هذه كاملة وينها؟ هزا وعوضها هنايا وهذه كاملة وينها؟ هزا وعوضها هنايا وهذه كاملة هذه هزا وعوضها هنايا عفوا عوضها هنايا خلاص معنى هذه نعوضها هنايا وهذه العبارة نعوضها هنا وهذه العبارة نجيبها هنايا نعاود نمحي بالك مش واضح استغفر الله هاي خلاص معناها نعوض كل واحد اي واحد بنتاعها واي اثنين بنتاعها بالعبارة نتاعها. اذا ماذا يساوي؟ اي صفر اي واحد كم؟ هاي اي عفوا اي واحد ها اي صفر زائد خمسة تولي اي صفر زائد كم؟ خمسة زائد اي اثنين هاي اي اثنين شحال؟ اي صفر زائد كم؟ عشرة زائد اي ثلاثة هاي اي صفر زائد نمحي هذه خمسة عشر وتساوي كم؟ أربعة وثلاثون. خلاص كما العملية تشوف واش عندي؟ إذن هنا ولات معادلة من الدرجة الأولى ذات المجهول إي صفر واحد إي صفر والباقي أعداد يعني ندير معالم في جهة والمجاهيل في جهة كما حيناها في المثال السابق إي صفر إي صفر إي صفر إي صفر قد كان إي صفر كان أربعة إذا نحط أربعة إي صفر أربعة إي صفر زائد نجمع الأعداد خمسة وعشرة خمسة عشر خمسة عشر والخمسة عشر كم يساوي؟ يساوي كم؟ ثلاثون تساوي قلنا خمسة عشر خمسة والعشرة خمسة عشر وخمسة عشر ثلاثون تساوي كم؟ أربعة وثلاثون. إذا وندي المعالم في جهة ومجهة في جهة ندي أربعة وثلاثون الطرف الآخر تولي أربعة إي صفر ماذا تساوي؟ أربعة وثلاثون. هذا بما أنه موجب يروح من هي واللي
سالب ناقص 30 ومنه إذن 4 أي صفر ماذا يساوي؟ 34 ناقص 30 تساوي 4. وبعد هذه نقسمها فقط نكملها كما هي بالك ما فاتنيش السبوره كملها هنايا واش تولي؟ تولي هنايا اي صفر واش يساوي 4 على 4 هذه راحتنا بالقسمه ومنه اي صفر كم يساوي 4 على 4 كما نعرفها باللي هي الواحد عدد على نفسه دائما الواحد خلاص هنا نكون قد جاوبنا على السؤال حساب اي صفر يعني هنا يا كاين كيما بكالوريات مدلو اي 3 زائد اي 8 انت تروح تجيب 3 و 8 بنفس الطريقه اللي خدمنا هذه خلاص هذه هنا اعطي لنا الاساس وطلب منا الحد الاول هنا نكون قد جاوبنا على السؤال الاول ننتقل الى السؤال الثاني اكتب اي ان بدلاله ان انا عندي اي صفر وانا عندي الاساس من هنا نقدر نجيب عباره الحد الان نمحي هذه ان شاء الله تكونوا فهمتوها واش انت انا عندي اي صفر ماذا وجدناه منذ قليل وجدناه الواحد وانا عندي الان اعطاه لي هو كم 5 اذا مباشره نكتب عباره الحد الان نكتب العباره كما هي هنا سؤال رقم 2 كتابة يو ان بدلالة ان اذا ماذا نفعل يو ان مباشرة نكتب القانون يا هذا يا هذا هنا بما انها بدأت من الصفر نكتب هذا يعني راح تستخدم بهذا راح ترجع لهذا اي صفر زائد ان في ار ونعوض بنتاعها اذا يو ان ماذا يساوي خلو يو ان لانها عبارة حد ان مجمع اي صفر كم اين هو هو الواحد زائد ان خلوها مجهوله في كم في 5 ونزيد نعدلها مليح نبدا بالمجهول اذا كم يساوي 5 ان زائد كم الواحد هنا نكون قد كتبنا عباره الحد العام للمتتاليه الحسابيه ذات اساس 4 1 اول واحد هنا دائما ملاحظه برك بالنسبه للمتتاليه العدد اللي مضروب دائما في الان هو الاساس والاخر الحد الاول يصفر مش حد واحد اخر حد اذا بدات من الصفر يعني ديما اللي مضروب هنايا نقولوا ليه اساس واللي نسميه هو الحد الاول اذا بدات من الصفر ننتقل الى المثال رقم 4 هنا الان متتاليه حسابيه معرفه على ان بحدها الاول اي صفر والعلاقه التاليه اي صفر زائد اي 1 زائد اي 2 زائد اي يساوي 36 هنا سؤال اخر يعني قبل في المثال السابق اعطي لنا الاساس وطلب منا الحد الاول هنا السؤال تميل اخر يعني اعطاني الحد الاول وطلب مني نجيب الاساس عين الاساس ار المتتاليه الان سؤال رقم 2 بين انه من اجل كل عدد طبيعي ان الان يساوي 2 ان زائد 6 معناها بعباره اخرى اكتب عباره الحد العام ولا اكتب ان بدايه ان نفس السؤال ما تدخل عمول هو هذا السؤال راه كما سؤال المثال تاع السابق يعني هنا كي قال لك بين انه ما كاين والو بالعكس هذا السؤال ريحني علاه لان اعطي لنا عباره الحد الان اعطاني يعني في الاسئله اللي بعدها نقدر نستعمل هذه حتى بالك واحد يغلط في السؤال الاول وما يعرفش يجيب الاساس قادر يعتمد على هذه ويجي مكمل السؤال الثاني والثالث صح تعين هذه يعني يساعدكم شويه بين قوسين يساعدكم صح كيفاش نجيبوا هنايا الاساس بنفس الطريقه نروح نكتب عباره الحد العام لمن لانه ذكر لي النوع نتاعها متتاليه حسابيه خلاص ذكر لي النوع نتاعها تبع معايا كيفاش نخدم هذا اذا بنفس الطريقه نكتب اي ان وش يساوي قلنا اي بي زائد ان ناقص بي في ار هذا حاله عامه ونخدم بالحاله الخاصه لانها بدات من الان نبدا عفوا عدد طبيعي معناها بدات من الصفر تويش تولي عوض من الصفر الى صفر راح تروح هذه تولي ان في ار اذا ماذا نفعل نروح نبحث عن اي واحد عفوا نبحث اي صفر اي صفر طالي طالي صاير ستة نبحث عن اي واحد واي اثنين واي ثلاثة بنفس الطريقة اللي خدمنا بها في المثال السابق ولكن في الحالة هذه ار هو المجهول والاي صفر هي المعلومة يعني العكس تبع معايا تشوف نخدمها اذا واش نديرو اي ان خلو عليها عفوا واش عاوز على اي واحد نعوض اي واحد لا واش اي صفر زائد واحد عوضنا واحد ناقص صفر فاش مضربه في الار اذا كمل معايا تشوف
إذا ماذا يساوي إي صفر طاهي؟ حط شحال؟ 6 إي صفر، 1 ناقص صفر تبقى 1، 1 في آر تعود آر. خلاص؟ إذا نحضر بنفس الطريقة، إي 2 ماذا يساوي؟ إي صفر زائد كم؟ عوضنا هنا 2 2 بنفس الطريقة، نعوضوا هنا 2 2 3 3، عوضنا هنا 1 1 1. إذا واش تعوض؟ تعوض هنا 2 ناقص صفر. فاش في ار ار مجهوله ما على باليش. اي صفر شحال يا جماعه؟ حطها شحال قلنا؟ قلت هذه 6 زائد 2 في ار، لان تقول 2 ار. بنفس الطريقه اي 3 واش يساوي؟ اي صفر نعوض 3 3 ونعوض بصفر، واش تولي؟ تولي 3 ناقص صفر في ار. اذا واخيرا واش تولي؟ اي صفر كم؟ 6 وثلاثة في ثلاثة آر، ثلاثة آر. هنا استخرجنا إي واحد إي اثنين إي ثلاثة بدلالة الآر، هنا مباشرة نروح نعوضهم بما في في العلاقة اللي عطاها لك. إي صفر زائد إي واحد زائد إي اثنين زائد إي ثلاثة تساوي كم؟ 36، ونعوض كل واحدة بتاعها. هذا عندي إي واحد شحال؟ 6 زائد آر، عوضها هنايا. وهذه هي عندي عوضها هنايا، وهذه هي عندي قيمة كاملة، هذه كاملة عوضها لي هنا فقط. وإي صفر عطاها لي، كلش تعوضت لي بدلالة الآر فقط. إي صفر كم؟ 6. إي واحد كم؟ هاي إي واحد هي هذه 6 زائد آر زائد كم؟ إذا كنت ناقص دير ناقص جماعة، هنا واش كاين؟ كاين زائد زائد، إذا كان مثلا زائد 2 اضرب هنا في 2، لا سب واش كاين العلاقة اللي يعطيها لك، طبقها فقط. اثنين كم؟ 6 زائد 2 ار زائد كم؟ اي 3 6 زائد 3 ار، 6 زائد كم؟ 3 ار تساوي كم؟ 36. اذا لكم هنا العملية، عندك 6 و 6 و 6 و 6 كم يساوي؟ اذا هنايا 6 و 6 تحسبها عادي 24 عفوا تحسبها، هو الار و 2 ار و 3 ار قد ولات ار فيها 1 و 2 3 و 3 6، اذا زائد كم؟ 6 ار تساوي كم؟ 36. اذا وهنا بنفس الطريقه المعالي في جهه والمجاهيل في جهه، نجيب 24 نديها للطرف الاخر، اذا 6 ار كم تساوي؟ 36 ناقص 24 ثم نقص بيناتهم 36 ناقص كم 24 تجدون 12. اذا 6 ار كم تساوي؟ تساوي 12. كما قلنا مازال يقول لي الشيخ مازال لازم نكتب ار وحده، اذا نعاود نقسم 6 هنايا، اذا نكمل العمليه هنا. واش تولي؟ سيباري باش مت السؤال تبع السؤال هذا. اذا واش تولي؟ 6 ار 6 ار تساوي 12، اذا ار كم يساوي؟ 12 على 6، اذا ار كم يساوي؟ يساوي 2. كم العمليه هنايا؟ خلاص، اذا ار كم يساوي؟ يساوي 2، 12 على 6 هي 2. مفهوم الفكره هذه؟ هنا نكون قد جاوبنا السؤال الاول بنفس الطريقه تاع المثال الثالث. هنا السؤال الأخير واضح، مادام فهمت السؤال مثال الثالث تفهموا هذه، بين أنه من أجل كل طبيعة أن أن يساوي 2 أن زائد 6، يعني عبارة الحادة العام مباشرة نعوض، نمحي هذه تعويض تعويض عددي فقط، ولكن العبارة ما نمحيهاش، عبارة الحادة العام دائما نخلي عليها، والأساس نخلي عليه نحتاج هنا كتابة ولا تبيين أن رقم 3 تبيين ان تكتبها تبيين انه من اجل كل عدد طبيعي ان يساوي 2 ان يساوي 2 ان زائد 6، اذا مباشره واش يساوي؟ نخلي نحكي ما راها اي صفر اعطاها لي، هاي اي صفر يساوي 6 زائد ان خلوها مجهوله في ار وجدناه كم؟ 2. ثم نبسط العمليه ورا نبدا بالمجهول، 2 في ان هي 2 ان زائد كم؟ زائد 6. لاحظ باللي بيناها بعبارة الحد العام، إذا خرجنا في الناتج، مفهوم الفكرة هذه؟ إن شاء الله تكونوا فهمتوها، لأن يعني المثال الثالث وأربع مثال ثلاثة وأربعة تقريبا نفسه، ولكن هذاك المثال الثالث أعطي لنا الأساس وطلب منا الحد الأول، هنا العكس، هنا أعطي لنا الحد الأول وطلب منا الأساس. ننتقل إلى المثال رقم 5 طلبة الأعزاء.
هنا هذا المثال اخذت من البكالوريا 2019 الموضوع الثاني. هنا كانت علامة يقول لك يا شيخ انا صعيب وكذا، والله ما كاين والو، تابع معايا مليح. الاسئله الاخرى ما كملتهاش، يعني ان شاء الله نحن نلون حلو البكالوريات. هنا هي فقط قلنا اخذنا مقتطفات من التمارين الاسئله الاولى. هنا جمع تابع معايا مليح، يعني المتتاليه الحسابيه التي حدها الاول اي صفر واساسها ار. هنا اعطاني اي صفر مجهول وار مجهول، واعطاني علاقه. هنا السؤال الاول، علما ان اعطيت لنا العلاقه، تقول لي الشيخ ليه ما ندوش المثال الرابع والمثال الثالث؟ هنا علاه عطاك الاساس ولا مد لك لحد الاول؟ ما مد لكش. هنا اكيد مادام عطاني هذو ثلاثه فقط وقال لك عين اي واحد، عين اي واحد، معناه هنا اكيد راح نستعمل الوسط الحسابي. هون ذكر هذه باش نجيب اي واحد، لان لا عندي اي صفر اي واحد اي اثنين اي اثنين، ثلاث حدود متعاقبه يعني ورا بعضها، فهم؟ قولوا بما ان اي صفر اي صفر اي واحد اي اثنان ثلاث حدود متعاقبه، عفوا ثلاث حدود متعاقبه من متتالية حسابية ولا من متتالية حسابية. دوك نذكركم فيه جماعة قاعدة، واش تقول لك إذا كان أ و بي و سي ثلاث حدود متعاقبة يعني ورا بعضها، واش معناتها؟ أ بي سي ثلاث حدود متعاقبة يعني واش معناتها؟ معناها إي صفر إي واحد إي اثنين أو إي 11 إي 12 إي 13 أو إي 20 21 22 يعني ورا بعضها، ليسونسيال ورا بعضها. قاعدة واش تقول لك؟ 2 بي اثنان بي تساوي ا زائد سي، فهم؟ يعني نعطيك مثال، مثلا عندي اي خمسة وستة وسبعة، معناها اثنين اين في الوسط؟ اي ستة، اثنين اي ستة تساوي اي خمسة زائد اي سبعة. هذه فكرة تاع المثال هذا، معناها في تمرين هذا بما ان اي صفر اي واحد اي اثنين ثلاث حدود متعاقبة، يعني وش ندير؟ شوف اين في الوسط، هي اي واحد ثلاث حدود، يعني ماذا يعني؟ يعني انا عندي 2 اي 1 ماذا تساوي؟ دي في الوسط تساوي اي 0 زائد اي 2. هذه الفكره راح نستعملها في المثال في التمرين هذا. واش قال لك؟ علما ان اعطاني العلاقه هذه، اعطي العلاقه هذه اي 0 زائد اي 1 زائد اي 2 تساوي كم؟ 6. جماعة جاب تبديل ومش تبديل، راح نبدل بيناتهم باش فهمكم بركة. اي صفر زائد اي اثنين زائد اي واحد تساوي ستة. انا اش عندي؟ عندي اي صفر اي اثنين نقدر نبدلهم نغيرهم بل نغيرهم بالعبارة هذه. هذه اسمها وسط الحسابي، فهم؟ جبناها من الفكرة هذه. اذا هذو كامل نحوهم بل نبدلهم باثنين اي واحد، اي صفر اي اثنين ها اي صفر نحوها خلاص نبدلها باثنين اي واحد، نبدلها لي فقط، اذا اثنان اي واحد زائد اي واحد هذه تساوي ليش؟ انا معاه زائد كم؟ سته. اثنين اي واحد اثنين واحد كم يساوي؟ ثلاثه اي واحد تساوي كم؟ سته. نعاود بالنسبه اللي مازال ما فهمنيش. يا جماعه هنايا بدلت هذو زوج نحوهم في زوج نحوهم بدلهم بدلهم باثنين اي واحد، ما ننساوش به اي واحد. دائما الوسط الحسابي هذه فكرة تاعو، يعني كي تشوفوا شوفوا وسطانية تنحوها وتبدلوها بالطرف هذا وهذا، يعني اللي وراها ما بدلناها من 2 اي 1 هانا غيرناها هذه كاملة، هذه كاملة عفوا بنحيناها بدلناها ب 2 اي 1، ما نساوش ما نساوش اي 1 هنا تساوي عفوا تساوي 6. 2 اي 1 زائد اي 1 تساوي 6، 2 اي 1 والواحد اللي هنا 3. إذا اي واحد كم يساوي؟ تساوي 6 على 3 ومنهم اي واحد يساوي 6 على شحال؟ 2. هانا جبنا اي واحد، يعني سؤال جد بسيط. هانا استعملنا اي واحد، هنا استعملنا الوسط الحسابي. هنايا أعطاني علاقة أخرى، ننتقل إلى السؤال الثاني، علما أن أعطاني علاقة أخرى، علاه مدها لي يا جماعة؟ باش نجيب بها اي صفر فقط، اي واحد باش جبته خلاص جبته. عين الحد الاول ثم استنتج قيمه ار اساس المتتاليه اي صفر خلاص تبع معايا تشوف من هذه تعيين لقينا اي واحد خلوا عليها تعيين رقم السؤال رقم 2 تعيين اي صفر ك
كيف نجيبوا يوسف رجع مع العلاقه اللي عطاها لي نهزها ونحطها فقط ها 2 يوسفر من المعطياته 2 يوسفر ناقص 3 اي 1 تساوي ناقص 10 اي 1 جبناه قبل هزوا برك وبدلوا هذا ماك عاودوا فقط يعني ان شاء الله جد بسيط ممكن والو كمان معي تشوف اذا 2 يوسفر ناقص 2 3 كم في 2 3 في 2 تساوي كم ناقص 10 اذا واش ولي 2 يوسفر ناقص 3 في 2 قداه 6 تساوي ناقص 10 هنا ولات المعالي في جهه والمجاهي في جهه مباشره نخدم عادي واش ولي 2 يوسفر واش يساوي ناقص 10 ونزيدوا لها 6 يعني الناقص ادير لها من هي ناقص 6 زائد 6 ومنه 2 يوسفر يساوي ناقص 10 ونزيدوها 6 كم يساوي ناقص 4 فهم بكرة هذه ناقص 10 وزدوها 6 نلقاه ناقص 4 وبعد نقسم هذا على هذا إذا الإي صفر كم يساوي ناقص 4 على 2 عفوا ناقص 4 على 2 راح نلقاه إي صفر كم يساوي نلقاه ناقص 2 على الفكرة مفهوم الفكرة هذه إذا عندي إي صفر أنا جبنا إي صفر وعندي الإي 1 نمحي هذه يعني سؤال جد بسيط عوضنا فقط اي واحد عوضناها انها 3 في 2 ناقص ديناها من هي ولات زائد 6 وحسبناها خلاص هنا ثم استنتاج الار كيفاش نجيبوا ار يا جماعه استنتاج ار واش عندي في المعطيات عندي اي لي 1 كم يساوي 2 وعندي اي صفر كم يساوي ناقص 2 استنتاج ار استنتاج ار فقط سؤال جد بسيط اسمعها كيفاش قلنا في المثال الحسابي يعني دائما الحد اول هنا اي واحد راح في الهندسيه قسمنا هنا راح نطرح فقط كيما درنا اي ان زائد واحد ناقص اي ان هنا واش قلنا حاجه واش نعرف اي ان زائد واحد ناقص اي ان يساوي الار ولا لا وهنا شكل تلاحظوا عندي عددين حدين متعاقبين يعني ورا بعضهم واش نديروا مباشره اذا اي واحد ناقص اي صفر راح نلقاوها الار فقط اي واحد لان هذا فايت هذا درجه فقط ونخدمها مباشره تحب تخدموها بهذه تحب تخدموها بطريقه عباره الحد العام دوك نفهمكم فيها تخدموها بزوج طرقه في زوج صحاح اي واحد كم يساوي 2 ناقص تاع قانون افتح قوس وعندك اي صفر كم يساوي ناقص 2 واش يساوي 2 ناقص 2 ناقص في الناقص كم زائد 2 اذا كم يساوي 4 اذا ار كم يساوي 4 انا جبنا استنتجنا الار فقط هذا كلمه الاستنتاج يعني اي واحد نقصوا منها اي صفر تحبوا تخدموها بعباره الحد العام نفهمكم فيها هاي طريقه اخرى فهمتوني في الطريقه هذه يعني نقصنا حد من حد بما انهم متعاقبان يعني ورا بعضهم تحبوا تخدموها بطريقه عباره الحد العام واللي هي اي ان واش يساوي قلنا اي بي ولا اي صفر زائد ان في ار وانا عندي اي عوض هنا قدها عوض بالواحد ناقص اي صفر خلوا عليها تساوي عوضنا هنا بالواحد واحد 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 ار واحد في ار وانا نقولوها نكتبوها ار نكتبوها ار ونجيب الطرف هذا منا تولي اي واحد ناقص اي صفر تساوي الار ار قلناها الاول قلنا 2 وهذه 2 اي واحد ناقص اي صفر كم عندي ناقص 2 تساوي 2 ناقص ناقص زائد 2 تساوي كم 4 على جبنا الار يساوي 4 بطريقتين اي تحبوا نضبطوا الطريقه الاولى افضل اذا ار كم يساوي ار وجدنا ار يساوي 4 صح ننتقل الى السؤال رقم 3 سؤال رقم 3 ماذا طلب منا اكتب عباره الحد العام اي ان بذات ان نجمع شاهدنا منذ قليل عفوا كيف جبنا اي صفر وجبنا اي واحد بهذه بالوسط الحسابي وهنا عوضنا فقط اي واحد وجدنا الار اي صفر يساوي ناقص 2 وار استنتاجي فقط اكتب عباره الحد العام اجمع عباره الحد العام جد بسيطه اذا واش قلنا اي ان واش يساوي اي صفر زائد ان في ار تحدد تبدأ بالبي كما حبيتوا انا بما انها بدات من الصفر نحط اي صفر اذا اي ان واش يساوي اي صفر كم يساوي هو ناقص 2 زائد ان خلوا ليها مجهول
في R R كم يساوي؟ R يساوي 4. ومنه عفوا إذا 4 N ناقص 2. هنا كتبنا عبارة لحد الآن ولا نقولوا إي آن بدلالة الآن. هنا يا أكثر نقولوا جاوبنا على السؤال. وحاب واحد يتأكد تلميذي يقول كان يا أستاذ راني شاك باللي هل حسابنا صح ولا خطأ. أنا عندي إي صفر وعندي إي واحد، نروح نجيب إي اثنين ونجمعهم ونشوف هل تساوي 6 أم لا. أعطوني إي اثنين ماذا يساوي؟ أو 4 في 2 كم يساوي جماعة؟ يساوي 8 هكذا. هكذا 4 في 2 8 ناقص 2 كم يساوي؟ كم يساوي؟ يساوي 6. أي نجمعهم وش عندي؟ عندي إي صفر زائد إي واحد زائد إي اثنين. على بالش حالة راح نشوف إي صفر كم؟ ناقص 2. إي واحد كم؟ 2. إي اثنين كم يساوي؟ 6. ايش حتساوي؟ راح تروح هذه مع هذه ايش تقول؟ 6. هاي 6 نفس الفكرة. إن شاء الله قلنا كما قلت لكم قبيل راح إن شاء الله نحلوا هذا 2019 إن شاء الله نحلوه بتمرين كامل إن شاء الله. نكون إن شاء الله يكون ربي وفقنا في هذا الفيديو. وش نقول لكم؟ هنا نكون كملنا الأمثلة في 5. إن شاء الله في فيديوهات قادمة إن شاء الله راح نكمل نحلوا دالة كثيرة حدود والموافقات والمتتاليات إن شاء الله مازال. ورانا مازلنا معكم إن شاء الله. وش منكم كالعادة الدعاء للوالدة الكريمة ربي يشفيها إن شاء الله ويحفظها إن شاء الله، والوالدين كاملين يعني إن شاء الله، ووالديكم كلهم يدعون إن شاء الله. السلام عليكم.